حياكم الله مشاهدينا الكرام في الفقرة الطبية كيف نعرف المكملات الغذائية الخطرة على الرياضيين في عصرنا هذا ازداد اقبال الشباب نحو الحصول على المكملات الغذائيه الخاصه بالرياضيين وكمال الاجسام والتي اصبحت ظاهره بارزه بين الافراد الذين يتبعون لهذه الفئه العمريه وذلك لرغبتهم الشديده في الحصول على جسم رياضي رشيق وايضا تكوين بنيه جسميه لافته للانظار بشكل سريع. لكن قد دفع الهوس الشديد لدى بعض الشباب للجوء الى هذه البروتينات والمكملات الغذائيه دون الاكتراث او الحرص على معرفه مصدرها او ما تحتويه من مكملات والتي قد تكون غير صالحه للاستخدام او لا تتطابق مواصفاتها التي حددتها وزاره الصحه ومؤسسه الغذاء والدواء. فحيث قد يكون الهدف من تصنيعها فقط حتى او جني ارباح كبيره وذلك بطرق غير شرعيه ودون الاكتراث لصحه المستخدمين. اليوم اذا سنتحدث اكثر عن هذا الموضوع لذلك استاذنا نرحب معنا داخل الاستوديو بالصيدلانيه نجلاء العبار. اهلا وسهلا فيك سيدة نجلاء اهلا فيك يا مرحبا. اهلا فيك يا صباح يسعد صباحك صباح, 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 صباح الخير بزر. يسعد صباحك سيده نجلاء اذا ما هو الفرق بين البروتين والمكمل الهرموني اوكي هلا البروتين هو يسمى يسمى مكمل غذائي بما معنى انه هو اصلا بناخذه من غذائنا واحنا جسمنا فيه بروتين وعضلاتنا فيها بروتين <applause> فإذا صار في نقص من غذائنا احنا بنكملها من الخارج على شكل حبوب او على شكل باودر بنحله وبنشربه م. فهو مكمل غذائي ولانه مكمل غذائي ما له اعراض جانبيه اذا اخذته بالجرعه الصح وبالطريقه الصحيحه ولو صار كشف بجسمنا عليه لما بنلعب رياضه هو مش محرم وما راح يحرمونا يعني القانون ما راح يحرمنا انه نطلع نلعب هر... نطلع نلعب الرياضه م. هلا الهرمون هو المكمل الهرموني المكمل الهرموني هو عباره عن مركب دوائي مصنع بالمعامل الدوائيه وهو يحقن من الخارج وله اعراض جانبيه لانه هو او ما بنعطى بالطريقه الطب الشكل الطبيعي اللي الدكتور بيكتبه بجرعات طبيعيه عادة الدكتور لما بيكتب هذا الهرمون اللي مثلا اشهر واحد اللي هو التستوستيرون بيكتبه بجرعة بحيث اذا في مرض زي اذا في عندك نقص بالهرمون الذكوري اذا في عندك خمول بالغدة الكظرية يمكن او آه الدرقية اذا في تأخر بالبلوغ اذا في لا قدر الله امراض زي السرطان بيصير ضمور بالعضلات او مراحل متقدمة من الايدز بتعمل تعب بالعضلات فبتحقن بتركيز يعني مسموح فيها مم. فالهرمونات هاي المكملات مش مكملات تعتبر بحقنوها من جرعات من 10 ل 3 ل 30 اضعاف الجرعه فالها اعراض جانبيه هاي مم. الهرمونات وتكون عباره عن حقن حقن تحقن من الخارج مم. وهي تحاكي الهرمونات الطبيعيه اللي بالجسم اوكي فبصير اعراض جانبيه لانه انت بتحقنيها من الخارج وبصير تنافس بين هرموناتك الطبيعيه وال... وهذا الهرمون اللي بتحقنيه من الخارج. <تصفيق> <تصفيق> يعني كنا تكلمنا في البدايه انه مرات الشباب بيلجاوا للهرمونات عشان يلاقوا نتائج بصوره سريعه ولكن يعني في في نظرك انت لماذا يلجا الرياضيون اما للمكملات الغذائيه او حتى للمكملات الهرمونيه؟ اوكي. هلا ال... الهدف الاساسي سواء كان مكمل غذائي او سواء كان هرمون انه العضله تتبنى بشكل سريع ولانه لما لما الواحد يلعب رياضه هذا الاجهاد العضلي بيصير في سايكل او حلقه بالعضله انه العضله لما تتعرض لاجهاد بتتكسر وبعدين ردة الفعل الجسم الطبيعي أنه بدها تتبني, تبني هذا العضل ولما تتبنى رح تتبنى بسمك شوي أكبر من الطبيعي م. وكمان بيصير إشي اسمه ريكفري اللي هو المرحلة الاستشفاف العضل فهاي المكملات الغذائية وهذا الهرمون بيسرع هاي العملية لحتى تبني العضل فبس البروتين بيعمل هذا الاشي بالضمن النورمال اللي هو ضمن السقف الطبيعي للجسم اللي أوكي. هو الناتشرال ليميت للجسم مم. بينما الهرمون بيعمل هاي العمليه خارج السقف الناتشرال للجسم بتدمر الجسم اكيد عشان كل شيء عم بيصير اسرع مم. لانه اولا العضلات ما عم تتكسر وعم تتبنى بشكل سريع وما في اصلا فتره للاستشفاء في العضل لانه العضله ما عم تتكسر مم. وهذا الشيء كثير مناسب للي بدهم يدخلوا بطولات بدهم يدخلوا منافسات مستر اولمبي ايوه مستر اولمبيا لانه بيعطيك ريزالت سريعا صحيح. وبيخليك منافس رغم انه في اعراض جانبيه كثير لكن هم متحملين هاي الضرر مقابل لل البنفيتس البنفيتس وي ذا ريسك المنفعه يعني افضل من المخاطر طيب اذا بالنسبه للبروتين الموضوع عادي بيضم بيتم يعني بنطاق قدرة الجسم او الحدود الطبيعيه لكن الهرمون هو فيه مشكلة وهنا الخطر ما الأضرار التي من الممكن أن تسببها الهرمونات أو المكملات الهرمونية إذا كانت يعني التسمية صحيحة هلا الأخطار إنه الجسم اصلا بشكل طبيعي هلا ايش هم الهرمونات اللي اشهر شيء اللي بنعرفها اللي هم المنشطات اللي هي التستوستيرون الهرمون الذكوري هلا الهرمون الذكوري الجسم بشكل طبيعي بينتجه وبيفرزه من عضو اسمه الخصيه لما انت بتحقنه بجرعه من 10 ل 30 اضعاف الطبيعي هاي الخصيه راح يعني تصغر وتبطل اصلا تنتج هذا الهرمون فبصير عندك نقص بالهرمون التستوستيرون هذا تؤدي الى تشوه بالحيوانات المنويه تؤدي الى يعني تقليل عدد الحيوانات المنوية تصل إلى عقم تؤدي إلى عقم وكمان الهرمون الأستروجين اللي هي الهرمون الأنثوي بيزيد فبصير إشي اسمه التددي عند هدول اللاعبين فهذا أول عرض طبعا ثاني عرض انه لخبطه الهرمونات لها عرض نفسي بيصير اكتئاب عند اللاعب الهرمون التستوستيرون بخلي اللاعب عنيف وعصبي الهرمونات بشكل عام بحبس سوائل بالجسم كمية كبيرة من هاي الهرمونات بتأثر على الكلي بتعمل فشل بالكلوي لقدام ممكن تؤدي كمان تليف بالكبد جميل. كمان بيصير صلع لوس عند اللاعبين ممكن تؤدي كمان إلى طلوع الحب الشباب فهاي هي اغلب الاعراض الجانبيه اللي بتصير بس اهم يعني البنيه بتكون معضله بس يعني تحت الجسم فعليا فعليا هواء يعني شكل بس على الفاضي، اما الصحه بتكون اكيد في النازل لانه الجسم مش متعود على كميه هكذا هرمونات كما شرحتي أنت العمليه، طيب صحيح. يعني الشباب اللي فايتين على الجيم بعمر الزهور 17 18 وحاب يبني كتله عضليه كويسه، ما هي البدائل الصحيه لاستخدام الهرمونات؟ هلا البدائل الصحيه اللي هي المكملات الغذائيه اللي هي أصلاً من الصحة من المؤسسة الغذائية الرياضية هي بتكون approved approved A عاملين ابحاث عليها ان هي فحاله وهي عن جد بتبني العضل اللي هي البروتين في نوعين من البروتين في الواي بروتين وفي الكاسين شو الفرق بيناتهم الواي بروتين انه هو سريع الامتصاص <applause> فعاده على طول بعد الرياضه بياخدوها عشان بتبني العضل سريعا الكاسين هي بطيئه الامتصاص بيستخدموها اكثر يعني قبل النوم لانه يعني السرعة أنه تتبنى العضل بيكون تدريجيا حتى منيحة للناس اللي بتكون جسمها تعبان أو رذيل بتحافظ على مستوى البروتين أو بنائه بشكل تدريجي <applause> غير الواي بروتين في كمان الكافيين الكافيين ممكن انه مش بس بالشاي بالقهوة بتقدر تاخدها م. كحبوب هي منشطة بتعطي طاقة بتزيد تطبق الدم حتى حكوا لو أخذت كافيين قبل الرياضة بتزيد الحرق للدهون وبتعطيك بتعطيك باور كمان. اه م. كاسة قهوة كمان زيت السمك زيت السمك هو مضاد اكسده جدا طبيعي اوميجا 3 هذا بنجيبه من الاسماك ومن مم. الاكل البحر بس بتقدري تاخديه كمكمل غذائي مم. من ألف ل 1500 ملغ باليوم وليه لانه الجسم لما بيلعب رياضه جسمك يعني العضله لما تتكسر بيكون متهيج في حاله التهاب فانت لما تاخذ الفيش اويل بتقلل من هذا الالتهاب وبتنشط الدوره الدمويه فالعناصر الغذائيه اللي فيها الاكسجين بتروح للعضله وبتسرع من البناء في كمان صوديوم بيكربونات بيتا الانين بيتا الانين هذا مشتق من الحمض الامينو بخلي المحيط تبع العضل يكون قلوي مش حمضي فهذا بسرع من تجديد او استشفاف العضله وكمان طبعا الكرياتينين كمان برضه من مشتق الامين الحمضي ونفس الشيء هو بيستخدموه انه يعطي قوه للعضله بيستخدموه بالرياضه اللي هي شورت ديوريشن وهاي انتنسيتي بدها قوه اكثر لانه بت بتعطي تحمل للعضلة بتزود من الاستشفاف للعضلة فبتقدر انه تتحمل تلعب يعني او هي اعادة تمارين بشكل سريع بش... واطول جميل او طيب كل كل هذه المكملات الغذائيه متى ينصح انه تتاخذ ولا عادي تتاخذ يعني بشكل يعني متى ما اراد الواحد ولا المفروض انه يكون مثلا في حالات يلجا لها؟ هلا <applause> لو الشخص طبيعي مع معلو إشي ما ماله شيء ما في مشاكل بالكلي بيقدر انه ياخذها عشان البروتين كمان له تاثير على الكليه فالوقت المناسب اولا انه هلا الدايت الكامل المفروض تاخذ 60% كربوهيدرات 30% فات 10% بروتين فاذا انت حابب تبني عضل لازم تاخذ نسبه بروتين اعلى ولازم تلعب رياضه اذا ما عم تلعب رياضه وتجهد الجسم وبتحفز هاي السايكل اللي هي البريك داون والسينثيسز والريكفري ما راح تبني عضل وهاي البروتين الزايد راح يتحول الى شحوم وحيحط ضغط على الكلى فاذا انت ما عم تاخذ البروتين وتلعب رياضه من الغذاء انا بنصح انك تاخده من المكمل الغذائي وعلى حسب وزنك وبطريقه أه. صح اوكي يعني خلينا نقول انه نسبه كبيره من رواد النوادي الرياضيه اكيد على الاقل بياخذوا يا اما بروتين كرياتين او امينو اسيدز بشكل عام يعني يمكن كلهم حتى فما هي ابرز او اهم النصائح اللي تحبي توجهيها لرواد النوادي الرياضيه اللي بياخذوا مكملات غذائيه هلا انا بنصحهم انه عادي يعني هي بما انه انها ابروفد من الصحه الغذائيه والدوائيه انه هي امنه ولكن بدك تشرب كميات كبيره من الماء لانه البروتين بحط ضغط على الكليه مش اقل من 3 لتر من الماء خاصه يعني بيقولوا بدك اقل شيء على حس يعني بالافريج 130 جرام من البروتين لحتى تبني عضل فتشرب مي كثير وتتاكد انه المصدر البروتين عم تاخده من شركه موثوق فيها وشركه مرخصه يعني هو البروتين كبروتين هو امن بس المصدر هو اللي بيفرق وتتاكد انه بنفس بالجرعه المناسبه وبالطريقه الصح وهيك بتكون يعني ما اخذت الاعراض الجانبيه تبعت البروتين يعطيك العافيه سيده نجله العبر وانت الصيدلانيه على تواجدك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات شكرا جزيلا لك شكرا لله الله يعافيك يا رب يعطيك العافيه يعطيك العافيه